لله حمدا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلاله وبعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلت وإياكم إلى الدرس الخامس، وهو عن حقيقة النقود وثمنية النقود وأثر التغير على النقود. بداية لما نقول، سنتعرف وإياكم على حقيقة النقود وكيفية نشوء النقود، وما هي وظائف هذه النقود، وسنتعرف على طبيعة الأوراق النقدية والنقود المصرفية التي أصبحت متداولة في هذه الأيام، وكيفية إقرار هذه النقود بعد اللي هي، هل كان هناك تعد على حكم الله تعالى أم ساروا على ما سار عليه الرعيل الأول، ألا وهم فقهاء الأمة بفهم سلف الأمة وفهم الكتاب، ولكن مع انضباطية المنهج المذهبي في هذه المسائل. أبدأ وإياكم في تعريف النقود. نقول ابتداء، منذ أن نشأت الخليطة ظهرت هناك عدة أساليب في إطار تعاملاتها المالية والنقدية، حتى وصل إلى يعني وصلنا إلى هذا اليوم للصور المعاصرة من التعاملات النقدية المالية. وعليه النقود ابتداء لغة، هي قالوا النقود من جمع النقد، الانفراد هو نقد، وأما جمعها هو نقود، ومعناها يدور حول بروز الشيء، حول بروز الشيء. وأما التعريف عندكم الاصطلاحي، قال تطلق على جميع ما تتعامل به الشعوب، تطلق على جميع ما يتعامل به الشعوب من دنانير ذهبية ودراهم فضية وفلوس نحاسية، وفلوس نحاسية، وحصرها بعض المذاهب كمذهبنا بالدنانير الذهبية وكذلك بالدراهم الفضية دون غيرها، بخلافه في المنظور الاقتصادي، فإنها تشمل أي شيء يكون مقبولا قبولا عاما كوسيط للتبادل بين الناس، وأن يكون هذا الوسيط له مقياس للقيمة، له مقياس للقيمة. فعندكم النقود في أصلها هي وسيلة للتبادل، هي في أصلها وسيلة للتبادل ومعيار للسلع، قالوا وهي معيار للسلع والخدمات على أي حال كانت ومن أي مادة اتخذت هذه الأموال، سواء من الذهب أو من الفضة أو من الجلود أو الخشب أو التجارة أو الحديد. ما دام الناس يا جماعة، ما دام الناس قد تعارفوا على اعتبارها نقودا، قال وفق اللي هي عرف الاقتصاديين المعاصرين. وفي هذا الكلام هنا إشارة لأهم وظائف النقود، من أهم وظائف النقود من كونها وسيلة للتبادل، وكذلك كونها وحدة للقياس أو معيار للسلع وغيرها، معيار للسلع ولغيرها. أما الفقهاء فقد جعلوا هذه الوسائط والأساليب المذكورة، قالوا وسائل مقبولة للتعامل، للتعاملات النقدية والمالية، مع إطلاق النقد المتخذ، النقد ابتداء على المتخذ من الذهب والفضة، مع انتبهوا، مع إطلاق النقد على المتخذ من الذهب والفضة. أما الفلوس، ما معنى الفلوس؟ قال هي ما صنع وضرب من النقود من معدن غير الذهب والفضة، ويقول الفقهاء كالنحاس، كالنحاس وكالحديد، لتكون وسيلة للتعامل بين الناس وثمنا للأشياء.
وتطلق في زماننا، في زماننا واقعا وعرفا على جميع النقود الورقية والمعدنية، وكما كانت تطلق في القديم على أدنى مال، كانت قديما تطلق على أدنى مال الرجل وأقله قيمة، وكانت تقدر تقريبا، كانوا يقدروها بسدس الدرهم، بسدس الدرهم، سدسو، فمقدار السدس هو اللي هي أقل ما يقال أنه فلوس. وعليه فالألفاظ المتعلقة بالنقود، ابتداء نقول الأثمان، والأثمان اللي هي النقود من الذهب والفضة، وأما الفلوس ما اتخذ من المعادن، ما اتخذ من المعادن من غير الذهب والفضة في التعاملات المالية وكذلك النقدية. وفي أول ظهور للتبادلات في المجتمعات البشرية كان هناك ما يسمى بالمقايضة، بالمقايضة، وهي قالوا معاوضة عرض بعرض، عرض بعرض، يعني كمن يبدل مثلا كوب الماء مثلا بقلم، فهذا يريد القلم وهذا يريد كوب الماء، فهذا يقدم هذا وهذا يقدم هذا، فهي بالبضاعة تكون اللي هي الأموال عبارة عن البضاعة، فقال بعرض بعرض، عرض بعرض، فكانت هكذا تبادليات الناس في أول نشأة اللي هي تعاملاتهم المالية. قال وقد كانت تفي، حقيقة هذه كانت تفي باحتياجات المجتمعات البدائية، كانت تقضي حوائج المجتمعات البدائية، ولكن مع اتساع نطاق المبادلة وتطور المجتمعات أصبحت حقيقة المقايضة عاجزة عن الوفاء اللي هي الوفاء باحتياجات الناس، وظهرت لها من العيوب العديدة ما يعني احتاج الناس أن يوجدوا البدائل عن هذه المقايضة. منها من العيوب التي ظهرت فيها قالوا صعوبة توافق الرغبات بين المتبادلين، يعني أنا ما أرغب بالكاسي وهو لا يرغب بالقلم، فكيف أبادل هذا بهذا؟ قال فالاختلاف اللي هي صعوبة اللي هي توافق رغبات البائع والشاري، وعدم قابلية بعض السلع إلى التجزئة، عدم قابلية بعض السلع إلى التجزئة، يعني كمن يريد أن يبدل مثلا الدابة مثلا الشاه بمثلا كيلو من الحنطة، فكيف نجزئ الشاه؟ قالوا فلا تجزأ، واضح. لأجل هذا قالوا وعدم قابلية بعض السلع إلى التجزئة، وكذلك صعوبة الاهتداء إلى نسبة اللي هي إلى نسب مبادلة السلع بعضها ببعض، صعوبة الاهتداء إلى نسب مبادلة السلع بعضها ببعض، وصعوبة تخزين السلع، وكذلك الخوف من التلف على بعض السلع، مما أدى إلى التفكير بالنقود كوسيط للمبادلات بين الناس، للمبادلات بين الناس. فظهر أولا ما يسمى بالنقود السلعية، نقود سلعية، وهي سلع تعارف الناس بينهم أنهم يستخدمونها كوسيط في المبادلات، مثل مثلا الحيوانات، خليني أقول كالأرنب والدجاجة وما شاكلها. ثم ظهرت بعد ذلك النقود المعدنية، النقود المعدنية، وكما قلت لكم هي المتخذة من المعادن كالنحاس والبرونز. ثم تم اعتماد الذهب والفضة، وقد اعتمد الذهب والفضة لما فيهما من الميزات التي يعني جعلت هذه الأموال اللي هي الذهب والفضة تعلو على غيرها، فجعلوهما ثمنا لسائر الأشياء اللي هو الذهب والفضة، فإن جوهرهما ثمين، جوهر الذهب والفضة حقيقتيهما ثمين، لأجل هذا استقرت المجتمعات على التعامل بالذهب والفضة، واصطلحوا على التعامل قالوا بالفلوس المضروبة، ولكن المضروبة من غير الذهب والفضة للسلع قليلة الثمن اللي هي بيقولوا عنها بخيسة الثمن. فكل ما يتخذه الناس ثمنا من سائر المعادن عدا الذهب والفضة يسمى فلوس، يسمى فلوس.
ثم بعد ذلك قال ظهر في العصر الحديث بعد النقود المعدنية ما يسمى بالنقود عندكم الورقية وكذلك المصرفية، وكان بدء اللي هي ظهور هذه التعاملات أو بروز هذه النقود قالوا مثلا كالسكوك، كالسكوك قال برزت عندنا في التعاملات المصرفية لما زاد قال حجم التعاملات المالية فاحتاجوا إلى البدائل. ومعنى الصك، ما معنى الصك؟ هو عبارة عن أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الحكيمة تصدرها المسؤول عنها الدولة أو الحكومة أو الشركات، والعلة في استصدارها قال لتطوير المشاريع التنموية، لتطوير المشاريع التنموية. ويصبح المستثمر بموجب هذا الصك مالكا جزئيا للأصل لهذا المشروع ولغيره اللي هو محل التعاقد حتى تاريخ الاستحقاق، تاريخ الاستحقاق أن أقدم الصك وأخذ مقابل هذا الصك مال. مما اضطر قال الناس بعد ذلك إلى إيداع أموالهم عند الصيارفة، وكذلك يعني احتاج الناس حقيقة أن يودعوا أموالهم عند الصيارفة، وكذلك كانوا يودعونها عند الصاغة في مقابل الحصول على هذه السكوك، مقابل الحصول على سكوك بها، يعني بيأخذ منك دينار وبيعطيك سك، هذا الصك مقداره اللي هو بيغطي الدينار الذهبي. ومع ظهور الزمن وتطاول الزمن اللي هي قال ظهرت إمكانية أن يتم تظهير هذه السكوك، يتم تظهير هذه السكوك. ما معنى تظهير السكوك؟ قال هو الكتابة على ظهره لتحويله لشخص آخر. قيمة الصك دينار ذهبي، فأنا بدي أحول في دين لفلان علي، فأنا أكتب تحويل هذا الصك من منال إلى مثلا إلى سعيد، فيصبح هو بهذا التحويل مالك لما في هذا الصك. ثم ظهرت الحاجة، ثم ظهرت الحاجة إلى إصدار سكوك بفئات صغيرة من الأموال. لما الفئات الصغيرة؟ قال ليتمكن التاجر بنقلها لغيره عند الحاجة لهذه المبالغ القليلة، قال ليقضي به حوائجه. وأصبحت عندنا البنوك تتعامل بهذه الطريقة، لذلك عندكم ما يسمى بالبنك نوت، البنك نوت ومعناها أوراق أو سندات يصدرها البنك المركزي بناء على تصريح انتبهوا من الدولة، وهي تجري مجرى النقود في التعامل. البنك نوت يجري مجرى النقود في التعامل. ثم تولت الدولة المعاصرة عملية إصدار هذه الأوراق حتى تأخذ الصبغة الرسمية ويكون لها المصداقية والقبول وللإقرار بالتعامل بين الناس في هذه الأوراق. وأما النقود الورقية قالوا على أنواع ثلاث. عندنا ما يسمى النقود النائبة، النقود النائبة. ظهرت النقود النائبة قالوا خلال فترة سيطرة النقود المعدنية. ما هي النقود المعدنية؟ كان اسمها اللي هي الذهب والفضة، وهي عبارة عن شهادات تعطى لحاملها الحق في الحصول على كمية محددة من النقود المعدنية، أي بمثابة هي وثيقة يعطيها الصراف لشخص أودع لديه 100 دينار مثلا ذهبي، فأعطاه هذه اللي هي الصك أو هذه البطاقة أو هذه الوثيقة، فأثبت في هذه الوثيقة أن له عندنا في المصرف مثلا 100 دينار ذهبي، فسميت هذه النقود بالنقود التمثيلية، لأن هذه النقود يعني بتمثل أنه لي عندك في البنك أو في هذه المؤسسة بمقدار ما في هذه الورقة من مال. قال لأنها تمثل الذهب الذي تخفيه وراءها، وتعطي هذا صاحب الورقة الحق في تحويلها إلى نقود سلعية. عندنا قال وتعتبر هذه في هذه الحالة سكوكا بدين، هي تسمى سكوكا بدين على الدولة كما كيفها بعض العلماء المعاصرون. أما النوع الثاني من النقود، النقود الوثيقية، معنى اللي هي وثائق، قال هي المغطاة،
تغطية جزئية وليست كاملة، ولكنها تستمد قوتها من قوة الدولة التي أصدرتها وثقة الناس بها، وثقة الناس بها. يعني قوة الدولة جعلت لهذه الورقة قيمة، وجعلت ثقة الناس بهذه الورقة عالية، فقبلوها وتداولوها. أما النقود الإلزامية قالوا هي التي ليس لها غطاء معدني، ليس لها غطاء معدني مطلقا، وهذه تستمد قوتها وقيمتها من القانون الذي فرضها عملية التداول. فلو ألغى القانون هذه الورقات أو هذه الأموال لأصبحت كالمعدومة، لأصبحت عدمية وليست لها قيمة، على اعتبار القيمة ليست في ذاتها، ولكن القيمة بتصدير القرار القانوني بإقرارها وثقة الناس بهذا القانون. أما عندكم النقود المصرفية قالوا فالمراد بها هي الأوراق التجارية اللي بتصدرها البنوك التجارية كالشيكات اللي هي الشيكات. قال فعندما يودع شخص مبلغا من النقود في حسابه الجاري يعطى دفتر، هذا الدفتر دفتر الشيكات، يستطيع أن يدفع التزاماته من خلال أن يوقع وأن يصدر هذه الورقة لمن شاء عن طريق تلك الشيكات. وقد أصبح الناس يتعاملون بها بدلا من النقود الورقية. ثم قال وظهرت مسائل معاصرة متعلقة بهذه النقود، سنتحدث عنها لاحقا. أما ثمنية النقود، ثمنية النقود هنا حقيقة يعني هي المسألة التي تحتاج إلى أكثر البيان. أول شيء المقصود بالثمنية في ثمنية النقود قال جعل النقود معيارا للأشياء تقوم بهذه النقود اللي هي السلع وكذلك الخدمات والبضائع. وتحديد هذه القضية وضبطها هام جدا كما قلت، ولكن ابتداء أقول وقد اتفق الفقهاء على أن النقود الذهبية والفضية، هاي الأمة مجمعة عليه، قال أن الذهب والفضة تعتبر أثمانا للمبيعات، ولكن اختلفوا في ثمنية، ليس الذهب والفضة ولكن في ثمنية الفلوس، وهو ما سوى الذهب والفضة كالنحاسيات والورقيات. وفيما يلي البيان، أول شيء ثمنية الفلوس، التداول بالفلوس كما بينا كان مرافقا لتطور اللي هي التاريخ البشري في تعاملاته وفي مداولاته وفي مبادلاته، وجاء الإسلام وأقر التعامل بالفلوس، ولكن الفقهاء عندنا اختلفوا في ثمنيتها على رأيين، فيها رأيان. الاتجاه الأول اللي هم المالكية والحنفية، الحنفية في قول ورواية عن الإمام أحمد، ذهبوا إلى أن الفلوس الرائجة تعطي صفة الثمنية وتلحق اللي هي بالنقود الذهبية وكذلك الفضية. وعلى هذا الكلام قالوا ففيها الزكاة ويقع الربا في معاملاتها، فلا يجوز أن تباع بالنسيئة ولا أن تباع بجنسها متفاضلة، لأن الناس قد تعارفوا عليها أنها نقود. وأما الشق الثاني أو الرأي الثاني قالوا اللي هم الشافعية والحنفية في قول ثان لهم والحنابلة، على الرواية الثانية كذلك للحنابلة عندهم، ذهبوا إلى أن الفلوس لا تعطى صفة الثمنية، قالوا هي ليست بثمنية ولا تلحق بالنقود لا الذهبية ولا الفضية، وعليه فلا تجب فيها الزكاة إلا إن أعدت للتجارة، إن أعدوها للتجارة. فقالوا هنا يعني تزكى على اعتبار أنها عروض تجارة وليست من باب النقديات اللي هي الأموال، ويجوز بيعها نسيئة كما يجوز أن تباع اللي هي بيع الفضل
يجوز أن تباع بيع الفضل بجنسه متفاضلة. لكن هذا انتبهوا 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 يا شافعية، هذا ليس على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه، فهناك فتاوى واختيارات في هذا الاتجاه. وحتى وإن كان مقرا عندهم عندنا كالشافعية في هذه المسألة، كما قلنا لا تعد نقودا وليس فيها معنى الثمنية، إلا إنه عندنا إشكالية نظرا للمصالح والمفاسد والعرف الجاري بين الناس، فإنها تلحق بالنقود الذهبية والفضية. وإن كان الذهب والفضة علته للتحريم الثمنية، جوهر الذهب والفضة فيه اللي هي جوهرهما فيه الثمنية، ولا يختل هذا الوصف المعتبر. فوجود هذه العلة حرم اللي هي عملية الربا في هذه الأموال، والتبادلية الأصل المساواة في الأموال الربوية اللي هي من جنس واحد على اعتبار وجود علة الثمنية فيها. فقالوا إن وجدنا اللي هي نفس الفوائد التي وردت وحققتها اللي هي النقديات الذهب والفضة، إن وجدناها في الفلوس المعدنية وكذلك الورقية، فهنا يجوز أن أعلل بها. وإن كان ابتداء هنا العلة قاصرة بس على الذهب والفضة، ولكن إن وجدت اللي هي تحقيق ضمانات الناس ومصالح الناس ومتلفات الناس وأنكحة الناس، المهور لا تدفع إلا من خلال النحاسيات والورقيات، فإنها قد حلت محل الذهب والفضة، وبناء عليه فإنها تأخذ نفس أحكام الذهب والفضة. أعيد وأؤكد، نظرا للمصالح والمفاسد والعرف الجاري، قالوا فإنها تلحق بالنقود الذهبية والفضية فيجري بها الربا. هلأ الآن لو نقول أنه لا يجري فيها الربا وليس فيها الزكاة لتعطل معاش ومعاد الناس، على اعتبار ليس هناك ذهب وفضة الناس يتداولونه بينهم، وكذلك لا يوجد أموال للزكاة، فضيعنا الناس في أبواب الزكاة، وكذلك ضيعنا الناس في باب اللي هي الربويات، سلمنا الله وإياكم. ولأجل هذا، وإن كانت العلة قاصرة، ولكن إن وجدنا في هذه العلة القاصرة فرع قد تساوى معه في غالب أو أكثر منه، إن يعني وجدت يعني هذه العلة وجدت في الأوراق النقدية وزيادة في الأوراق النقدية، فالأصل أنها تأخذ نفس الحكم من حيث التحريم، تحريم الزيادة والتأخير فيها، وكذلك فيها الزكاة، على اعتبار هي أصبحت هي قيم اللي هي قيم المتلفات تدفع من خلالها، والمهور والمناكحات والطلاق وجميع مكاليف الحياة والدنيا تكون من خلال هذه الورقيات والنقديات، لا من خلال اللي هي الذهب والفضة. حتى أصبح بالنسبة لنا الذهب والفضة هو عبارة عن بضاعة ويشترى بالورقيات. ومما شك ولا ريب فيه أن الفتوى بعدم جريان الربا في الفلوس وعدم وجود الزكاة سيؤدي إلى مفاسد عظيمة في هذا العصر. أما ثمنية النقود الورقية، اختلف العلماء المعاصرون في ثمنية النقود الورقية باتجاهات ثلاث. الاتجاه الأول ذهب بعضهم، ومنهم الشيخ عبد القادر اللي هو عبد القادر بدران والشيخ أحمد الحسيني، قالوا أن النقود الورقية ليست نقودا شرعية، وإنما هي سندات بديون على من أصدرتها اللي هي أصدرتها الدولة، سواء كانت الدولة المسلمة أو غير الدولة المسلمة، قالوا ولذلك فلا تأخذ صفة الثمنية. أعود وأؤكد، اختلف العلماء المعاصرون في ثمنية النقود الورقية على ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول ذهب بعضهم ومنهم الشيخ عبد القادر بدران والشيخ أحمد الحسيني، قالوا
أن النقود الورقية ليست نقودا شرعية، وإنما هي عبارة عن سندات بديون على من أصدرها. من اللي أصدرها؟ اللي هي الدولة. ولذلك قالوا فلا تأخذ صفة الثمنية، فلا تأخذ صفة الثمنية وتأخذ أحكام الدين، يعني نطبق عليها أحكام الدين، وهو من عدم جواز بيعها بدين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم على اعتبار عن بيع الكالئ بالكالئ، الدين بالدين، وعدم جواز السلم بها، وعدم جواز اللي هو عقد السلم كما أخذتموه في معاملات مالية وكذلك اثنين، معاملية واحد وكذلك اثنين. ووجوب الزكاة فيها، وجوب الزكاة فيها عند من؟ عند الحنابلة قالوا مطلقا، وعند الحنفية قالوا إذا كانت مرجوة الأداء، على اعتبار هي ديون، قال إذا كانت مرجوة الأداء نزكي، وأما إن لم تكن مرجوة الأداء فلا. واستدلوا على هذا الكلام وعلى هذا القول بالأدلة التالية. قالوا وجود تعهد من قبل الدولة التي أصدرت هذه النقود على كل ورقة بتسليم قيمتها لحامله عند الطلب، يعني بيعطينا الورقة وإحنا بالمقابل بنعطيه اللي هي القيمة أو اللي هي الذهبيات أو الفضيات اللي هي تساوي هذه الورقة. وقالوا لأنه لابد من تغطيتها بالذهب أو بالفضة كما هو الشأن في النقود الورقية والأوراق كذلك النائبة والوثيقة اللي هي الوثوق. قال وانتفاء القيمة الذاتية، إذا انتفت القيمة الذاتية لهذه الأوراق حيث تعتبر القيمة الوضعية هي للورقة، وأكد انتفاء القيمة الذاتية لهذه الأوراق، انتفت قيمتها الذاتية حيث تعتبر القيمة الوضعية للورقة، وكذلك قالوا ضمان الدولة اللي صدرت هذه الأوراق تضمن الدولة قيمة هذه الأوراق عند إبطال التعامل بها وإلغائها. إذا ألغيت الأصل الدولة اللي صدرتها أن تضمن هذه القيم الموجودة بالأوراق، يعني هذه الأوراق اللي معي تساوي مثلا 100 دينار من الذهب، 1000 دينار من الفضة وهكذا، فالأصل الدولة تضمن وتعود على الناس بهذه الأموال. الاتجاه الثاني ذهب فريق آخر من العلماء ومنهم الشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ اللي هو يحيى آمال إلى أن الأوراق اللي هي أو النقود الورقية قال هي عبارة عن عروض تجارية، فلا تأخذ صفة الثمنية، ليست فيها صفة الثمنية. وبناء عليه ماذا قالوا؟ قالوا تسري عليه أحكام ليست ديون، الأول قال هي ديون، الثاني قال تسري عليه أحكام العروض، وهو من عدم جريان الربا فيها وعدم صحة السلم كذلك بها، على رأي من يرى اشتراط النقد في أحد العوضين، وكذلك عدم وجوب الزكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة، إلا إذا أعدت للتجارة. وكانت أدلة هذا الفريق بأن قالوا الورق النقدي مال متقوم، يجوز إنه الواحد قال أول شيء ابتداء أجازوه، وعليه قال يدخر ويباع ويشترى به كالسلع وغيرها، فيأخذ بأحكامها كما قلنا اللي هي أحكام الذهب والفضة. ثاني شيء قال الورق النقدي ليس بمكيل ولا موزون حتى يلحق بالأصناف الربوية المنصوص عليها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا تخريج الورق النقدي على الفلوس، لما قالوا الورق النقدي على الفلوس قالوا بجامع أنها تتغير كيف؟ قالوا بالرواج والكساد، قد تروج وقد إيش يؤدى، يعني إذا الناس يعني تقاعسوا عن التواصل فيها قال يؤدي إلى كسادها. وعليه اعتبر الإمام الشافعي وغيره الفلوس قالوا عروضا، هي من العروض وليست هي كالذهب والفضة. أما النقود الورقية إذا أسقطتها الدولة وأبطلت التعامل يا جماعة بها، هنا نقول أصبحت لا قيمة لها، فإنها استمدت قيمتها من إيش؟ من قرار الدولة،
أخذت الثقة من قرار الدولة ومن ثقة الناس في هذه الدولة، فأصبح لهذه الورقات قيمة. قال فهي ليست نقودا ولكن أخذت هذه القوة من الدولة فأصبحت لها قيمة، فإن أبطلتها الدولة انتهت هذه الأوراق. الاتجاه الثالث نقول ذهب غالب العلماء المعاصرين ومنهم الشيخ الكشناوي والشيخ عبد الله بن منيع والشيخ والدكتور رحمة الله تعالى عليه يوسف القرضاوي مع من مات منهم إلى أن النقود الورقية قال تعد بديلاً، قال هي من البديليات عن النقود الذهبية والفضية وتأخذ صفة الثمنية. قالوا لا، هي فيها صفة الثمنية وتسري عليها أحكام الذهب والفضة من جريان الربا بنوعيه فيها، ولا يجوز مبادلتها متفاضلة عند اتحاد الجنس أو تأجيل قبض أحد العوضين، ويجوز جعلها اللي هي رأس مال في السلم، ويجب فيها تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب. وقلنا لهم من أين لكم هذا التقرير لهذه المسألة؟ قالوا قد استدللنا بالأمور التالية. قالوا أن النقود الورقية أصبحت ثمناً للمبيعات، أصبحت ثمناً للمبيعات، وتقوم مقام الذهب وكذلك الفضة في التعامل بها. وأيضاً من الأدلة عندهم أن العرف العام اعتبرها نقوداً شرعية وأعطاها صفة الثمنية، فقد حصلت فيها الثقة على اعتبار أنها وسيط في التبادل، هي وسيط في التبادل، وأن الدول المعاصرة قد اعتمدتها في التعامل فيما يتم بعمليات البيع والشراء سواء كان داخل الدول أو خارج الدول، وبدليل أن الأجور لا تدفع إلا منها، وكما قلت الأجور والمكافآت والضمانات والمتلفات ومهور الأنكحة والديات، لمن قال بأن الدية تعطى أموالا لا تعطى اللي هي من الإبل اللي هم الحنفية. وهذا هو القول المختار على اعتبار قالوا لأن العرف العام اعتبرها نقودا، ولترتب المفاسد الكثيرة على من قال بخلاف هذا القول، وعليه فإن الربا سيجري فيها وفيها الزكاة، والله تعالى أعلم. أما تغير قيمة النقود، نقول من أهم الأحكام يا جماعة المتعلقة بالفلوس والأوراق النقدية اللي هي قضية تغير قيمة هذه النقود، على خلاف انتبهوا الذهب والفضة فإنها تتمتع بالثبات الكبير. فالفلوس والنقديات الورقية هي عرضة للتغيير، عرضة للتغيير، وكذلك أيام تكون رائجة وأيام يقل هذا الرواج، وقد يؤدي إلى الكسل في هذه العملات في أوقات دون أوقات. فما الحكم الشرعي في هذه الحالة في الواقع المعاصر؟ ما هو بيان الحكم الشرعي لدى المعاصرون؟ نقول تغير قيمة الفلوس هذه أول شيء مسألة قديمة، وقد تطرق لها الفقهاء وبحثوا هذه المسألة، إذا تم اللي هي إذا أقرضت ثم نقصت القيمة، أعطاك 100 دينار ورقية وبعد سنوات عند السداد أصبح كان يستطيع أن يشتري مثلا 3 من الشياه، الآن لا يستطيع أن يشتري شاها، فعندي القيمة الموجودة كانت في هذه الأوراق بعد مدة من الزمان قلت، فهل يأخذ بالقيمة ولا يأخذ أنه على اعتبار هي أوراق لك هي 100 ورقة فالأصل أن تأخذ 100 ورقة سواء يعني استطعت أن تشتري بها شاء أو لم تشتري بها شاء أو لا تستطيع أن تشتري بها شيئا، هل هو هيك بده يطلع معي بالأخير الحكم الشرعي ويترتب مثلا على الناس في من قال إنه يا جماعة إذا الناس عادت اللي هي الديون اللي هي الورقيات إلى الناس بعد زمان وكانت اللي هي القيمة قد قلت، ترى يؤدي إلى عدم اللي هي نظر الناس إلى بعضهم البعض من باب اللي هي قضاء حوائجهم بالديون، إني أدين فلان 1000 دينار وفلان 1000 دينار وبعد سنوات يرجعوا لي وليس لهم قيمة، هل هذا الكلام والتحليل معتبر ولا لا؟ للفقهاء لهم فيها قول. نقول انتبهوا،
أول إشي، هل يكون سداد القروض بمثلها أو بقيمتها؟ برجع 100% واللي بدي أرجع القيمة حين اللي هي إيش؟ حين التداين، لما أخذتها كانت بتجيب كذا من الدنانير الذهبية وكذا من العقارات. هنا اختلف فيها الفقهاء على أقوال ثلاث. القول الأول قالوا ذهب أبو حنيفة والمالكية في المشهور عندهم والشافعية والحنابلة إلى أنه يجب أداء النقد نفسه المحدد في العقد، يعني هي 100 دينار 100 دينار، قال دون زيادة ولا نقصان، لأن الزيادة على المثل أو النقصان هو ربا، هو ربا. القول الثاني قالوا أبو يوسف إلى أنه يجب رد قيمة النقود التي طرأ عليها التغيير من غلاء أو من رخص يوم ثبوت الدين في الذمة. أنا لما أخذت مني 1/1/2000 كانت هاي القيمة بتجيب لي مثلا 30 ليرة ذهبية، الآن بتجيب ليش 5 ليرات ذهبية، فأنا المال اللي إلي عندك هو بمقدار 30 ليرة ذهبية. هذا كلام أبو يوسف. وأما القول الثالث وهو كذلك ذهب المالكية في قول آخر لهم إلى أنه يفرق بينما إذا كان تغير الفلوس، هل تغير تغيرا يسيرا ولا فاحشا؟ فإن كان يسيرا قال رد المقترض اللي هو المثل، إن كان قليل يعني تقولي كانت بتجيب لي يعني 100 تقريبا 110 دنانير قيمتها القديمة مثلا، بحكي لك يا سيدي شو العشر دنانير مش مفرقة. أما مثلا قال لي تعرفي هاي المية هلأ الآن اللي أنت بترجعي لي إياها كانت بالزمانات عن 1000 يا بنت الحلال، يعني هلأ شو بيجيب لي هدولة؟ بيجيب لي شيء، بس بوقتهم كانت مثلا تشتري لي قطعة أرض 200 متر هلأ بتجيب ليش متر. فهذا عندي الفرق هنا يكون اللي هو كم، يكون حقيقة هو فاحش، هنا فاحش على كلام من؟ هذا على القول الثالث عند المالكية، قالوا فرقوا ما بين تغير الفلوس يسيرا ولا فاحشا. فإن كان يسيرا قليلا تافها قال رد المقترض المثل فقط، وإن كان فاحشا رد المقترض اللي هي إيش؟ بمقدار هذا التغير الفاحش. واضح؟ وربما هذا هو المقدم المختار في هذا الإطار، قال لأنه يحقق مصالح الناس ويدرأ عنهم المفاسد ويبقي بين الناس، لمن قال بهذا القول يعني يبقي بينهم المعروف، ومن المعروف إن احتجنا أن نأخذ من فلان وفلان وفلان أعطونا ما أردنا من المال، وإن تأخرنا في السداد فهو يضمن أنه سيعود عليه بالقيمة لا بالمثل، على اعتبار أن الأوراق النقود الورقية تتبدل وتتغير من حيث اللي بتعرفوا السياسات مؤثرة فيها، وكذلك العرض والطلب وما شاكلهم. تغير قيمة النقود طيب الورقية عند النظر في حال العملة الورقية نجدها متغيرة بشكل كبير ولأسباب عديدة، ومنها من هذا التغير قال ومنها أن القوة الشرائية للنقود الورقية تهبط هبوطا فاحشا، ويرجع سبب تغير قيمة العملة إلى عدة أسباب. منها شو هي أسباب التغيرات التي تطرأ على الأوراق النقدية؟ قال التعامل الربوي الذي هو عبارة عن زيادة في النقود بدون عمل مثمر. شو بتعطيني 100 برجع لك إياهن 120؟ ما هو العمل؟ ما هو المنتج اللي ترتب على عملية الدين؟ لا يوجد له إلا اللي هي عبارة حقيقة فأذنوا بحرب من الله، هو بس الربا بعينه. قال فعليه قال التعامل الربوي الذي هو عبارة عن زيادة في النقود ولكن بدون عمل مثمر، وكذلك ضعف الاقتصاد الناتج عن قلة الإنتاج وتواكل الناس في أعمالهم، تواكل الناس في أعمالهم والحروب والكوارث. حقيقة أي دولة بيدخل عليها حرب على طول عملتها بتهبط. قال فإنها تؤثر ليس على الذهب والفضة، هو يؤثر على النقود الورقية، فقد نتج عن تغيرات قيمة النقود الورقية مشكلة عويصة تتعلق بالأفراد والجماعات في الوقت الحاضر، تسمى اللي هي التضخم، ما يسمى بالتضخم، حيث تضعف عندكم القوة الشرائية للنقود الورقية سنة بعد سنة. فما الواجب هنا؟ رد المثل
أم القيمة؟ فهذه من المسائل العويصة المعاصرة اللي يعني تعلق وتحدث فيها الفقهاء. طبعا الخلاف بين المعاصرين في هذه المسألة اللي هو قالوا القول الأول، بعض المعاصرين كالأشقر قال أنه يجب رد القيمة عند تغير قيمة النقود الورقية، واعتمد في تقريره هذا على أن هذا إضرار بأموال الناس، قال هذا بضر بأموال الناس، وقاسه على الذهب والفضة، ولكن حقيقة قياسه على الذهب والفضة هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. فالذهب والفضة فيهما ثلاث خصائص تجعلهما أثمان للأشياء على تفاوت بينهما. ما هي خصوصية وميزة الذهب والفضة؟ قالوا أنهما ثمن لإيش؟ يعني أصلا هن خلقوا وفيهم الثمنية، مخلوق مكتنز فيهم الثمنية، وأنهم إنهم مخزن للقيم، مخزن للقيم، قيم الأشياء طبعا، وأنها أداة للتبادل. الذهب والفضة هي من أدوات التبادل بين الشعوب والمجتمعات، واقترح لحل هذه المشكلة بحلين هما. الأول قالوا أن ينظر في ترك العمل بالقول إن الأوراق النقدية أجناس ربوية قياسا على الذهب والفضة لانتفاء علة القياس فيها، ويصار إلى القول بأن النقود الورقية كالفلوس. شو يعني كالفلوس؟ أنها عروض تجارية، لكن هذا عندنا لا يحل المشكلة القائمة، مشكلة القروض، لأن القاعدة انتبهوا كل قرض جر نفعا عندنا يا ربا. الثاني أن يبقى حكم ربوية النقود الورقية لما فيها من معنى الثمنية الذي به يعني تشبه اللي هي الذهب والفضة، ولكن لتصحيح علة القياس قالوا ينبغي أن يعني أن يعدل اللي هي قضية نقص القوة الشرائية في المعاملات المؤجلة منها، بإضافة نسبة مئوية إلى الثمن الذي تأخر دفعه أو إلى القرض ليستكمل البائع أو المقرض أو المودع في المعاملات المصرفية مقابل ما نقص من حقه. هذا يحدد طبعا الكلام من قبل الدولة باستشارة أهل الاختصاص، باستشارة أهل الاختصاص. أما القول الثاني قال ذهب اللي هو فريق من المعاصرين كالسالوس، قال إنما السالوس شو قال؟ أنه ينبغي أن يؤدى الدين بمثله لا بقيمته في حالة الغلاء وكذلك الرخص، لا في حالة انقطاع العملة وعدم التعامل بها. ما السبب في هذا؟ قال لأن النقود يا جماعة، النقود الورقية تأخذ أحكام النقود الذهبية والفضية، فالسنة المطهرة بنت يعني بيّنت أن الدين يؤدى بمثله، الدين يؤدى بمثله لا بقيمته، ومن ذلك الذهب بالذهب والفضة بالفضة كما تعلمون. فإذا اختلفت الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وعندكم هذه الأحاديث التي تدل على أن الديون تؤدى بمثلها لا بقيمتها، ويؤدى عند التعذر اللي هي تعذر المثلية بما يقوم مقام المثلية، وهو سعر الصرف يوم الأداء، سعر الصرف يوم الأداء لا يوم ثبوت الدين، لا يوم ثبوت الدين. وبهذا القول أخذ من؟ أخذ مجمع الفقه، مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة التي عقدت في الكويت، فقالوا لا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار. والحقيقة أن هذه المسألة من المسائل الشائكة التي يصعب فيها ترجيح قول على آخر، وذلك لأن المقياس التي تقاس به السلع وكذلك الخدمات غير صحيح ولا يتصف بالثبات النسبي كما في النقود الذهبية والفضية، وهي حقيقة هذه الأوراق عرضة للتقلب وللتغيير، ويتأثر كذلك كما تعلمون بالعوامل السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية التي تطرأ على الدول. فالقول برد المثل يؤدي إلى تضييع أموال الناس وإلحاق الظلم بهم، والقول برد القيمة يؤدي إلى تحطيم النقود
الإلزامية وحل الربا التي تتعامل به البنوك الربوية. ولذلك لابد من العود إلى نظام الذهب النقدي وجعله مقياسا للسلع وكذلك للخدمات. وأما المشاكل التي نشأت هذه المشاكل بسبب نظام اللي هي النقد الورقي الورقيات فلا بد من حلها وأن يبحث عن حل كل مشكلة منها على حدة ويتوخى أو تتوخى الدول في حل هذه المشكلات والمعضلات. والله تعالى أعلم وأحكم.